بالنسبة لمشاركتي في مهرجان ربيع، أنا مو جديد طبعا على سوق واقف ولا جمهور سوق واقف ولا على مهرجان ربيع ولا على حفلات سوق واقف. أنا من 10 سنوات وأنا في هذه المهرجانات، والله الحمد جمهوري هو جمهوري، ومشاركاتي دائما تكون دائما أحرص على التجديد، دائما أحرص على الجديد، أحرص على هذا الجمهور لما يبقى دائما يحس أن كل حفلة فيصل أكيد راح يقدم شيء جديد. فأنا مو غريب على المهرجان، أنا ابن المهرجان. بدي معايدة منك للجمهورية لكل محبينك بلبنان لمناسبة رأس السنة وكل مشاهدينك عبر موقع الله لبنان. أنا توني جاي من لبنان على فكرة، وأعشق لبنان وأعشق أجواء لبنان وأعشق شعب لبنان، وأي شيء في ريحة لبنان أنا أحبه، ولبنانية بحبوك كمان. الله يسعدكم. شو بدك تتمنى على سعيد خاص لعام 2019؟ والله أتمنى أن يعم الأمن والأمان على كل دول الإسلامية كلها، ونكون على قلب واحد، وترجع كل دولة حالياً قاعد تصارع حكومتها وشعوبها. أتمنى والله هالشيء، ما أتمنى غير هالشيء. إن شاء الله بإذن واحد أحد إن شاء الله راح نرجع نفس ما كنا وأحسن إن شاء الله. شكراً.